مرحبا، كيف الحال؟ شرح بسيط قبل ما نفوت بالموضوع عشان ما توقعت يوصل اصلا لهالمرحله. اوكي، سو مثل ما تعرفوا انه انا سوري، والدتي اللي ربتني من المغرب، فقررنا نعمل احتفال مغربي، احتفال بسيط مغربي عندنا بالبيت هيك. فاجت خالتي من المغرب، صار لي 15 سنه مش شايفها. المهم اجت وجابت لنا اللبس من محل بالمغرب، جابت لنا لبس لإلي ولساره مشان انه نلبس ونتصور وكل شيء. اجينا عملنا الاحتفال، خلصنا، نزلت على البوست على الانستغرام، نزلت احتفال مغربي لان هو يعني والدتي مغربيه وحبت تحتفل فينا، فهيك عندهم بيساووا، تمام. وبس خلص لهون، انا بس خلصت الموضوع، يعني نزلت بوست، خلصت، تمام، خلصنا احتفال. فجاه بلاقي الناس عم تتخانق انه هذا اللبس مغربي، لا هذا اللبس جزائري. فانا الموضوع عادي انه مثل كانه نحن لما نتخانق مساعد تبولي، هاي التبوله اللبنانيه، لا هاي التبوله السوريه، بنضحك شوي هيك وبيخلص الموضوع. بس الموضوع ما خلص، الموضوع صار قضيه راي عام وكبر الموضوع بشكل مش طبيعي.